وإلى أخبار الكرة والملاعب مرة أخرى سارة نجيب. شكرا سحر ويوسف. مشاهدينا هذه جولة رياضية لنشرة التاسعة. تعادل بيراميدز مع ضيفه مارمو جالانس الجنوب افريقي بهدف لمثله في الذهاب للدور الربع نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية، واستطاع بيراميدز تحويل تأخره بهدف الى تعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليتأجل الحسم في هذه المواجهة الى مباراة العودة بين الفريقين يوم الاحد المقبل في جنوب افريقيا. تغلب برشلونة على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الجولة 30 من الدوري الأسباني. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق فيران توريس ليرفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 60 نقطة في المركز الثالث. تأهل مانشستر يونايتد إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على برايتون بضربات الترجيح بواقع 7-6 في الدور نصف النهائي من المسابقة. كان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي ذهبت لصالح مانشستر يونايتد. فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه توتنهام هوبستر بستة أهداف مقابل هدف في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي. بهذا الفوز رفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد توتنهام عند 53 نقطة في المركز الخامس. نهاية جولتنا الرياضية للتاسعة، والآن عودة إلى سحر ويوسف مرة أخرى. إليكما. شكرا لك سارة.